السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هتنقل من الريفت الى ريفت لايف او تودسك لايف. كل اللي انا اعمله ان انا بعد ما اسجل اليوزر بتاعي اروح داخل هنا على جو لايف، فيبدأ يرفع لي الموديل بتاعي والشغل بتاعي على الكلاود، وبعد كده هيفتح لي هو تودسك لايف بالشكل دوت. فانا اقدر اجي هنا الاقي المشاكل كلها، اقدر اتنقل بينهم تمام بالشكل دوت، اكتر من فيو، وده برضو اهوت تقدر تدوس على فيو مرتين يروح نقلك ليه بالشكل دوت. اقدر اقول له انا عايز اوربت بحيث ان انت تقدر تلف براحتك. تقدر تيجي هنا تختار تاب اند جو، تختار فلاي ان انت هتطير في المشهد بتاعك او هتمشي بشكل معين كده. تختار سن، بتتحكم في الوقت اللي انت عايز تعمل الرندر فيه. تختار انفو، يديك معلومات عن اي حاجة تعمل على سيلكت. يعني عامل سيلكت هنا هيقولي الليفل والكاتيجوري والاي دي والستوري وكل حاجة، ده يبدأ يجيب لي معلومات عن اي عنصر انا بعمل عليه سيلكت. السيتنج بقول بقى انا عايز احدد السرعة بتاعتي لما اجي اتنقل مثلا من خلال الزوم او من خلال الماوس تمام. ممكن اقول له انا عايز سيتنج ابدا اشوف انا هشوف ايه، يعني بس ممكن تقرب قوي بالشكل دوت او ممكن تبعد فتبقى شايف مساحه اكبر، وايد، ريجولار، نارو، اوبن سبيس. ممكن اقول له انا عايز اشوف الاضاءه او لا تمام، بس لازم تكون عامل الاناره، انا مخلي الاناره في ملف اخر. الارتفاعات تقدر تشوف الشخص اللي واقف ده هيكون على ارتفاع كام. خلينا نخرج بره مثلا كده. ده طفل مثلا بيبص من تحت كده، بيبص من فوق مثلا. وبعد كده الجرافيكس، عايز ابيرنس ولا عايز بالانس ولا بيرفورمانس.